ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعقل. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان ما نكسب، وفضول العلم يتعبنا وطموح الخير بما يكبر. سنبوح بكل خواطرنا ما في جهل نتحرى لحياة أكثر إحسانا نتأثر فيها ونؤثر. لن يتفكر. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعقل. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي.